أول لما بنقول للمريض إن هو اتشخص بقطع الرباط الصليبي وإنه هيحتاج عملية إعادة بناء للرباط الصليبي، أول سؤال المريض بيسأله: طب أنا كده هوقف شغلي قد إيه؟ هوقف الرياضة قد إيه؟ هرجع لحياتي بعد قد إيه بشكل طبيعي؟ ده طبعا من الأسئلة المهمة جدا اللي لازم نجاوب المريض عليها ونطمنه. أول حاجة هي عملية الرباط الصليبي دي بتتعمل إزاي؟ لأن بنشرح التأهيل هيحصل إزاي. عملية الرباط الصليبي مش جراحة، هي بتتعمل عن طريق المنظار الجراحي للركبة، عبارة عن فتحات صغيرة في مفصل الركبة، فتحة نص سنتي يا دوبك بندخل منها العدسة الصغيرة دي، بتنقل لنا الصورة على الشاشة اللي بنجري بيها العملية، ومن الفتحتين الصغيرين التانيين بنجري العملية، بناخد رقعة وترية وبنعيد تثبيتها مكان الرباط الصليبي القديم. لو العملية اتعملت بشكل مظبوط بما يخص المكان اللي هنثبت فيه الرقعة بالظبط، الرقعة اتاخدت ازاي، حجمها قد ايه، قوتها قد ايه، واتثبتت في المكان المظبوط التشريحي مكان الرباط الصليبي القديم، واتثبتت بأدوات عالية الجودة، سواء في كذا نوع للتثبيت، في المسامير قابلة الذوبان، في حاجة اسمها اند بوتون او الزرار باربطة بنسميها التايت روب او خيوط عالية الجهد، دي بنستخدمها في تثبيت الرقعة الوترية اللي خدناها مكان الرباط الصليبي. العملية بسيطة بتتعمل في وقت بسيط، المريض ممكن يدخل ويخرج من المستشفى في نفس اليوم، العملية بتتعمل في ساعة، المريض بيمشي على رجله تاني يوم. نيجي للنقطة الاهم اللي لو اتعملت صح المريض بيرجع حياته في أسرع وقت ممكن، النقطة دي هي تأهيل ما بعد العملية. المريض قبل ما بيخرج من المستشفى بنقول له بيمشي على رجليه ازاي، بنعلمه ايه التمارين اللي بتتعمل، وظيفة كل تمرين ايه، ايه العضلات اللي احنا عاوزين نقويها، بيتني ويفرد ركبته ازاي عشان ما يحصلش تيبس في الركبة، وبنديله ورقة فيها كل التمارين دي وشرحها وعدد مرات اللي هيعملها في اليوم وبيعملها ازاي وبقوة التمرين قد ايه، وبنفضل متابعين معاه باستمرار عن طريق زيارات للعيادة بعد كده. بعد كده بنبدأ تأهيل وتقوية العضلات وبنروح مركز علاج طبيعي وتأهيل. لو عملنا ده كله والتزمنا بيه المريض بيرجع طبيعي في المشي وانه ينزل شغله ويعيش حياته، ده بعد اسبوعين لثلاث اسابيع. ممارسة الرياضة بتبقى حسب ايه نوع الرياضة اللي عاوزين نرجع لها، لو رياضة فيها تغييرات اتجاه مفاجئ بيرجع لها بعد حوالي من 4 لـ 6 شهور، وبتبقى ركبته اللي تم فيها اجراء العملية بتبقى نفس قوة الركبة التانية اللي ما كانش فيها اصابة، والمريض بيرجع حياته بشكل طبيعي ونسبة النجاح عالية جدا. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.